أهلا بكم. أكد الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 ضرورة الالتزام والمواصلة بعزم والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة، وخاصة مع حلول عيد الأضحى المبارك قريبا بإذن الله، منوهين إلى أن ارتفاع الحالات بعد عيد الفطر المبارك إلى ما يقارب 1000 حالة بسبب التجمعات في أواخر شهر رمضان وأيام العيد، مشددين على أهمية عدم تكرار ذلك لمصلحة الجميع، وجددوا الدعوة إلى الجميع بالامتناع عن التزاور وخاصة بين العائلات، والابتعاد عن التجمعات العائلية كافة، والاكتفاء بالمعايدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتفعيل الدفع الإلكتروني للعيادي، مؤكدين أن تحدي فيروس كورونا يستوجب المواصلة بعزم وفق المسؤولية الوطنية لتجاوزه بنجاح بإذن الله. وحول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا في استوديو البرنامج الدكتورة وفاء الشربتي، مدير إدارة تعزيز الصحة بوزارة الصحة، ولكن كونوا معنا بعد هذا التقرير. أهلا بكم من جديد مشاهدينا، باسمكم ورحب بضيفتي الكريمة الدكتورة وفاء الشربتي، مدير إدارة تعزيز الصحة بوزارة الصحة. دكتورة وفاء، يا أهلا وسهلا فيك. يا أهلا فيك، وأيضا أحب أرحب بالسادة المشاهدين والسيدات المشاهدات. سعداء بوجودك معنا وطلتك على الشاشة، اشتقنا لها في تلفزيون البحرين. الله يسلمك. يا أهلا وسهلا فيك دكتورة. الناس ولهت على بعض، الناس تقول العيد جاي ويعني زيارة واحدة ما راح تفرق، ساعتين نتجمع كلنا مع الأهل ما شفناهم من زمان ما راح تفرق، عشاء أو غدا العيد ما راح يفرق، عكس كلام اللي يقوله كل المختصين وأصحاب القرار والعاملين سواء في اللجنة الوطنية وغيرهم، بأن العيد يجب أن نحذره ونحذر تجمعاته، نفرح فيه بس ما نبي يتحول بعد ذلك إلى أحزان كما صار في عيد الفطر المبارك. إيش قد مهم التباعد في فترة العيد دكتورة؟ طبعا التباعد الاجتماعي أنا يمكن هو مصطلح وايد نتداوله، بس مو الكل يعرف بالضبط شنو نقصد بالتباعد الاجتماعي. خلني أبتدي أقول شنو التباعد الاجتماعي. هو عبارة عن أنك أنت تحافظ على مسافة أمان بينك وبين الأشخاص الآخرين. في ناس يستخدمون مصطلح التباعد الجسدي، وأنا شخصيا أفضل هذا المصطلح، لأن التباعد الاجتماعي شوي ثقيل على القلب لأنه يحسسك أنك بعيد عن المجتمع وعن الأشخاص، بينما التباعد الجسدي هو تباعد الأجساد، ولكن الأرواح والأنفس إن شاء الله بتظل دائما متواصلة. طبعا حاليا التوصيات أن تكون المسافة بين كل شخص وآخر ما تقل عن مترين،
أهميتها تكمن أن فيروس كورونا ينتقل بصورة أساسية عن طريق القطيرات اللي تنتج أثناء مثلا كلام الشخص، عطاسة أو سعالة. فلما نكون الأشخاص جراب من بعض، هذه القطيرات تروح حق الشخص الثاني وياخذها ويلتقط العدوى بسهولة. من هذه المنطلق التباعد الاجتماعي يعتبر أو التباعد الجسدي يعتبر من أهم التوصيات اللي بإذن الله تعالى بتساعدنا على تقليل وانحسار فيروس كورونا بإذن الله في أسرع وقت. بما في العيد، لأن كورونا ما يعرف شنو العيد. بالتأكيد هو المشكلة. وعرفنا في يمعة وفي ناس، وإذا في أحد عنده إصابة لا قدر الله وقد يكون ما يدري، لأن في الناس كان في بداية إصابتها الحالة الأعراض ما طلعت ممكن ينقلها لأسر، وشفنا بالتتبع أسر أكثر من 30 شخص أصيبوا في فترة العيد من عائلة واحدة. صحيح. طبعاً هو الخطر يكمن في الأشخاص اللي ما عندهم أعراض أو اللي أعراضهم خفيفة، لأنهم لما يروحون حق أهلهم أو أصدقائهم ما يظنون أن عندهم مشكلة، فبالتالي يأخذون راحتهم. وهذا اللي نفس ما تفضلت اللي شفناه في عيد الفطر، أن الناس انقلت العدوى لأقرب الأقربين لهم. لأن من بتزور أنت؟ بتزور في عيد الفطر في ظل هذه الأوضاع، زاروا أقرب الناس لهم اللي ما يتمنون أن يصيدهم أي مكروه. ولكن كانت العاقبة أن هؤلاء الأشخاص، خصوصا أنا أتكلم عن الكبار في السن اللي عندهم أمراض مزمنة، اللي عندهم نقص في المناعة، هم أكثر الفئات خطورة بالإصابة بالفيروس أو أمراض كامنة. في ناس شباب في الثلاثينات. صحيح كلامك. في الأربعينات. صحيح. وفي ناس ما يكون يدرون أن عندهم أي مشكلة صحية وبعدين نكتشفها أثناء إصابتهم بالعدوى. إذن اللي شفناه في عيد الفطر أن هذا اللي صار، ناس ما كان عندهم أعراض بحسن نية راحوا لأداء واجب، يعتقدون أنه هو لأداء واجب، وبالتالي نقلوه إلى أقرب المقربين لهم، صارتهم مضاعفات، وشفنا حالات وفيات للأمانة يعني يتقطع القلب. أكيد لها. أكيد ما حد يتمنى أبداً أن يخسر أو يفقد أي عزيز، ما نتمنى أي حد يعني. صحيح. نتمنى إن شاء الله الخير والسلامة والصحة للناس كلها، وأنه يعيش بعد بهذه يعني. تعرف لما إنسان يضر أقرب المقربين له وبعدين بتأنيب ضمير. أكيد. يظل يعيش حياته كلها بتأنيب ضمير، أنا السبب كنت في وفاة هذا الإنسان العزيز على قلبي. الأعمار بيد الله. أكيد. لكن واجبنا أن احنا نقوم بالمطلوب منا. مطلوب منا اليوم أن احنا نحمي بعض، نتباعد، نحمي أجرب الناس لنا. يعني مثل ما أنت تفضلتي وقلتي، هو ليس تباعد اجتماعي، هو احنا ممكن نتواصل اجتماعيا. اليوم التقنية وفرت لنا الفيديو كوز، وفرت لنا كثير من الأمور، لكن هو تباعد جسدي. الأجساد قد تكون متباعد لكن المحبة والأرواح موجودة. الناس بطبعهم دكتورة اجتماعيين. الإنسان ما يقدر يعيش بعيد عن الناس، ما يقدر ما يشوف الناس، يتخالط معهم، وبالذات في المناسبات يحب يكون مع أقرب الناس مثل ما تفضلتي. ففي العيد يمكن هذه المشاعر والعادات والتقاليد وغدا العيد واليمعة والعياد، إحنا أشياء يعني نحبها. صحيح. ولهنا عليها، لكن هي راح تكون يعني عذر بسيط جدا لو دفعنا ثمن غالي لا قدر الله يعني ننقل الإصابة لأحد عزيز علينا، أم، يد، أبو، هاي كلها راح يشعرنا بكثير من الضيق والحزن. دكتورة. بكل تأكيد. وأكيد هذه التجمعات ممكن أن احنا ترى نظر نتعايشها بدون ما نعيشها في الواقع الملموس. الآن طبعاً الأسرة الصغيرة اللي عايشة في نفس البيت، هذي لين بيقدرون يتجمعون مع بعض ويسوون الأنشطة ويلبسون الثياب الجديدة ويحطون بدوع العيد ويتغدون غدا العيد. أما الأسر يعني الأسرة الممتدة الكبيرة، فممكن يتواصلون ترى حتى حين الكثير من وسائل التواصل الاجتماعي اللي ممكن تفتحها على مدى الساعة. صحيح. وشوفون بعض كأنكم قاعدين في نفس المكان ولكن بأمان. والتطبيقات ممكن 20 شخص يتواصلون في نفس الوقت. يعني قد تكون الحالة الناس تقول يعني أنا باجتمع مع يدي ويدتي وهلي وعمي بزوم، ليش لا؟ يعني ليش لا في ذي الوقت؟ ليش لا في وقت ان انت تحافظ عليه وتحس ان انت ما يعني مصدر خطوره عليه او هو مصدر خطوره عليك؟ يسوى دكتوره. يعني احنا خلينا نتكلم بالكلام اللي يقولون الناس، ان انا ما اشوف يدي في عيد، لا تشوفها في العيد، بس انه يكون بصحه وسلامه وتواصل معه، هذه الاهم. صحيح. للاسف يعني هي في شيء خدعه نفسيه عند الانسان دائما يتوقع ان الاشياء ممكن تصير حق غيره بس ما تصير له. هذه عنده خدعه لجميع البشر. يعني لو شوف مثلا ليش الناس يدخنون وليش الناس يعني الكثير من الامور. انا ما بيني دي بالضبط. هو فعلا احنا ندري ان هذه مخاطره بيصير حق الناس، بس كانه يعني احساس خاطئ بالامان انه بيصير الناس بس انا ما بيصيدني، الى ان لا قدر الله يصيده او يصيد احد من المقربين له، هني يبتدي يتوعى. احنا اللي نبيه
حتى لمصلحة الجماعة، لمصلحة أن تعود الحياة إلى طبيعتها في أسرع وقت، أن الكل يلتزم ولا حد يقول. يعني كل إنسان ترى بما فيهم أنا ممكن ينقل المرض أو ينتقل إليه المرض، فما في أحد يعني فوق مستوى الشبهات. بالفعل وما في أحد يضمن أنه 100% ما في هذا المرض، لأنه قد يكون فيه للحين الأعراض ما صار. ويمكن دائما نكرر أنه قد ما ولهنا على بعض عشان نرجع نتواصل، خلنا نتباعد اليوم، خلنا نحافظ على المسافات اليوم علشان نقدر نحتوي هذا المرض وهذه الجائحة بإذن الله. ورب العالمين إن شاء الله يعني بشر الصابرين بأن إن شاء الله الفرج دائما قريب. وأول دكتور عشان نأكد على الموضوع، الأرقام اللي زادت في الفترة الأخيرة كلها هي نتاج اللي صار في العشر الأواخر من رمضان من غبقات وغيره، واللي صار في عيد الفطر المبارك. احنا اليوم بدأت الأرقام تنزل مرة ثانية، يعني خدنا فترة طويلة تقريبا شهر ونص لما بدأت الأرقام والأعداد والإصابات تنزل مرة ثانية. فالكل يدعو الناس كلها أن تلتزم عشان ما نشوف كيرف الإصابات يرتفع مرة ثانية. بالضبط، يعني الحكومة ما قصرت، وضعت الكثير من القوانين وأغلقت الأماكن وخلت الناس يقعدون في بيوتهم، وجهت القطاع الخاص، يعني سوينا إجراءات كثيرة. الآن ترى الكرة في ملعب المواطن والمقيم في مملكة البحرين، لأن إلى متى سيستمر الأغلاق؟ يعني إذا بتغلق الأماكن لمتى بتغلقها؟ صحيح. شهر، شهرين، سنة، سنتين، ما ردك بتفتح. لما يصير مرحلة الفتح هني تصير الكرة في يد يعني أو اليد العليا بالضبط، أو المسؤولية تكون في يد المواطن والمقيم بثقافته. فإذا إحنا نفتح ولكن نعول على ما استثمرناه من على وعي الناس، على وعي التزامهم، الناس فهمهم في البداية فهمهم. كان الموضوع مو بواضح، اليوم موضوع أكثر وضوح. صحيح. فإذا التزامنا في عيد الأضحى بإذن الله تعالى بيضمن أن هذه الحالات بتظل في تنازل إلى أن نوصل للصفر بإذن الله. ولكن إذا الناس ما التزموا وما تعظوا من اللي صار في عيد الفطر، يعني أنا مقدرة يمكن وأحمد الله سبحانه وتعالى أنه أصاب بعض العائلات وعائلات ما أصابها، ولكن هل تضمن في عيد الأضحى شنو بيصير؟ قد تكون أنت المشاهد الآن والمشاهدة الآن قد تكون هي عائلتها اللي بيصيدها في هذا العيد. فعشان على الأقل من دورها قدام رب العالمين، قدام الناس، قدام المجتمع، أن هي بدورها تلتزم. لو كل واحد فكر بهذه الطريقة أظن بإذن الله بتنزل الحالات عقب عيد الأضحى وبنوصل للصفر عما قريب بإذن الله. وإحنا لما نتكلم عن زيارة الحالات القائمة أو الإصابات نتكلم ايضا ان في زياره في الوفيات. صحيح. فما حد يتمنى ان يعني هذه الاخبار اللي نسمعها. الناس تعتقد مثل ما تفضلتي ان لما تسمع اليوم في ثلاث وفيات او عدد الاصابات الوفيات وصل الى هذا الى اليوم اعتقد 141 الى وقت تسجيل هذه الحلقه، تعتقد ان الموضوع بعيد. لكن لا قدر الله اذا كان شخص واحد منهم من عائلتك او قريب لك، راح تعرف ايش قد الموضوع ممكن يكون مؤلم ويلامسك بشكل مباشر. انا دائما اقول الرقم يظل رقم الى ان يمسك شخصيا. يعني هذه الاحصائيات ترى كل هالارقام احنا تحزننا دائما. طب نعم. اكيد. نعم. وتحزننا، ولكن ما نحس بخطورتها ترى الى ان تصيب اقرب المقربين لنا. هني يصير وقعها اكبر على النفس، وذيك الحزه عاد بيكون شوي فات الاوان ان الواحد يتخذ هذه الاجراءات. بالفعل اليوم الحالات القائمه 3231. احنا وصلنا في فتره بعد العيد باسبوع تقريبا وصلت الحالات الى بالضبط يعني في تاريخ 25 مايو الماضي 4323، وصلت بعدها باسبوع الى 4988، بفتره بسيطه وصلت الى 5144 اعتقد في 3/6. هاي الحالات القائمه اليوم الحمد لله قاعده تنزل الى 3231. واحنا لما نتكلم قائمه نتكلم عن وإصابات جديدة وتعافي. صحيح. فبالتالي نتمنى دائما تكون الإصابات الجديدة أقل بكثير من التعافي عشان نسطح المنحلة ونوصل إلى بإذن الله إلى رقم صفر إن شاء الله بإذن الله. هذه كلها مسؤوليتنا دكتور. صحيح. سواء في عيد أو في غيره. بالضبط، يعني هي طبعا تزيد في العيد نفس ما تفضلت. في العيد يصير في جانب العاطفي أنه والله اشتاقيت حق هلي، ودي أروح لهم. ولكن لو الواحد فكر فيها أنه أفضل هدية ممكن يقدمها لهم، أكبر كرم وأكبر يعني سخاء أني أنا أحافظ على صحتهم، أحميهم مني. لو كل واحد فكر أني أنا أبي أحمي أهلي مني، أظن أن الجميع بيلتزم في منزله وإن شاء الله بنوصل للسفر. نتمنى بإذن الله. لكن دكتورة واقعيا إحنا نشوف ترى بعض المطاعم تتكلم يعني قاعدة تعلن عن أوردرات العيد مثل ما شفناه وكنا متخوفين منه في عيد الفطر. اليوم نشوف بعض المطاعم، إحنا نتابع نبي نرصد أنه
تعلن عن اوردرات العيد بكميات عوده، يعني في ناس الى اليوم حابه ان هي تتيمع، وهذا شيء مستغرب الحقيقه. واتمنى بعد هذه الحلقه وللامانه يعني الكثير من الجهود الاعلاميه، اتمنى ترى للحين في مجال ان الواحد يعيد حساباته. يعني من الصعب ان احنا نسيطر على كل شخص، لازم تكون في مسؤوليه شخصيه، في مسؤوليه الفرد تجاه مجتمع قدام رب العالمين. فانا اتمنى من كل واحد سوى اوردر نفس ما تفضلت انه هو يبادر ويتصل ويكنسل اوردراته، او على الاقل يقلص. واذا ما بيك يكنسل ممكن اخذه ووزعه للفقراء ولا تروح بالضبط. وحتى على العائله يعني بالضبط. ودى بيت يدك ودى بيت عمتك اذا مسوي بدل ما يتجمعون كلهم صح. انت وزعه بدل ما يتجمعون واصلهم بس وانت في نفس الوقت صح. بعيد ومحافظ على هذا التباعد. حتى العيادي انا اسمع ناس يعني وهي كلام اللي يكررونه، شلون ما بنعطي الاهالي عيادي، شلون ما بنشوف اليوم في بنفت بي في بالضبط. كثير من الامور يعني مو بلازم بشكل مباشر تعطيهم. فالحمد لله يعني احنا في عصر وسائل التكنولوجيا وفرت لنا الكثير من الامور بالفعل. ثيابك الجديده تقدر تشتريها وانت في البيت، اكل يوصلك للبيت، عياديك تدفعها وانت في البيت، زياراتك وتشوفها لك ودك يعني تفرح بشوفتهم وانت في البيت. لله الحمد ان هذه الازمه ما صارت في عصور اللي قبل، يعني والله الواحد يفكر في ديك لو من 15 سنه الوضع مختلف بالضبط، لو من 15 سنه. فلله الحمد يعني جميل ان الواحد يرى النعم قبل لا يرى الاشياء اللي هو فيها، يشوف شنو النعم شنو الوسائل المتاحه له اللي ممكن تسهل له حياته ويعيش وكانما تاثير الفيروس عليه كلش قليل. ونقيس الامور يعني لحظه سعيده، يوم سعيد او ساعتين نتجمع فيها، وفي المقابل بنظل في قلق وخوف ولا قدر الله قد يصير المحظور. انا استغرب حتى يعني خليش من العيد دكتوره، في ناس الى اليوم يسوون اعياد ميلاد للاطفال. اوكي مو بالحجم الكبير لكن يجمعون مثلا اطفال العائله المقربين من 3-4 مثلا عيال العم وما شنو. زين وصارت اصابات، من يدفع ثمن هذه الاطفال ومن سينقلون لها ايضا؟ واخطر الناس في نقل العدوى الاطفال بحكم ان هم صغار ما في تتحكم السن فيهم. ما تقدر تتحكم فيها ما يقدرون يلتزمون، فهم يعني بسهوله ينقلون حق الموجودين في المقاعد. انتم سلمت الله دكتوره تقومون في الاداره ب يعني ارسال رسائل التوعيه للمواطنين، على شنو تركزون؟ شنو رسائلكم الاولى والمباشره؟ والله يعني لله الحمد يعني أنا أتشرف بقيادة فريق من أفضل الأشخاص، يعني شهادتي فيهم مجروحة، فريق إدارة تعزيز الصحة. طبعا هناك في هذه الأزمة يقومون بالكثير من الأعمال، منها نفس ما تفضلت إنتاج الرسائل التوعوية، نركز فيها على يعني الوقاية من كيفية الوقاية من المرض، التباعد الاجتماعي، أصول التباعد الاجتماعي سواء كان في وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها، حتى لقاءات إذاعية لقاءات تلفزيونية أيضا نقوم بترتيبها. هذه من الجانب التوعوي. الجانب الآخر أيضا أن فريق من تعزيز الصحة أيضا يقومون بتغطية الخط الساخن اللي هو 444 الآن الجميع يعرفه، وللأمانة يعني يقومون أيضا بتوفير المعلومات هذه عند اتصال المواطنين أو المقيمين بهم. فأنا يعني أشرف بإدارة هذا الفريق وكل في موقعه. رسائلكم موجهة للكل؟ رسائل موجهه للكل، لغات مختلفه، في جاليات بالضبط. في البلد بالضبط. احنا حاولنا ان احنا لان احنا كلنا في مركب واحد الان، العالم كله في مركب واحد صحيح. مو بس دوله واحده. ولله الحمد يعني في مملكه البحرين نولي اهتمام للمواطن وايضا للمقيم على اختلاف مستوياته، فحاولنا نوصل لجميع المستويات. حاولنا تكون الرسائل التوعويه بسيطه وسهله تفيد كل الاعمار، الكبار في السن، المتعلمين، غير المتعلمين، بكل اللغات. فان شاء الله نكون وفقنا في يعني توصيل هذه الرسائل. قستوا تجاوب الناس، اثر هذه الامور عليهم هذه الرسائل؟ ولله الحمد يعني الحين لو تلاحظ فعلا الناس بدات تغير تصرفاتها. يعني حتى مثلا حقيقه الاغلب يعني ملتزم صحيح. لكن حتى احنا اذا كان في فئه قليله غير ملتزمه تهمنا، لان ممكن تضرب كل الجهود او تاثر عليها سلبا. يعني الحين لو شفت غسيل على سبيل المثال غسيل اليدين، الحين حتى الاطفال اول ما يدشون البيت يغسلون يدهم ويستخدمون المعقم ومستانسين، يعني بدا الوعي يوصل وبدت هذه الثقافه صحيح. لو يعني حتى مثلا الامراض الثانيه مثل الانفلونزا لاحظنا ان هي قلت، اتوقع بسبب الالتزام بهذه والتباعد الاجتماعي له دور. ففعلا نشوف ان الغالبيه العظمى ملتزمه، وهذه اظن يعكس الجهود التوعويه. دكتوره ذكرتي موضوع وايد مهم، نقطه الجانب العاطفي، واحيانا احنا نضعف امام عاطفتنا. وانا عندي يعني مثلا على سبيل المثال صديق يقول انا ما ابي اروح حق الوالده، انا يعني تقريبا ما اروح لها بس هي تتصل، يعني ما ولهت علينا، ما بتمر، خاطري اشوفك. وهاي الكلام يتكرر في العيد ايضا.
شلون نقدر نتعامل مع هذا الجانب العاطفي خاصة مع كبار السن، لأنهم يكونون أكثر عاطفة وتبي تشوف الحفيد ويبي تشوف حفيدته، فبالتالي يمكن أحيانا هم اللي يضغطون على أبناء. فعلا طبعا دائما الأمهات والآباء ودهم يشوفون عيالهم حواليهم في كل الوقت، خصوصا الكبار في السن، ولكن أنا أقول أكبر هدية ممكن تقدمها للأم أو للأب أو لأي شخص كبير في السن أنك تبتعد عنه. بالكلمة الطيبة، بأن تحاول دائما تتواصل معهم بالتواصل الاجتماعي، يعني تحس إن ما يحسون إنك أنت بعيد، تحسسهم إنك دائما قريب منهم. العواطف معدية بصورة عامة، مثل ما فيروس كورونا معدي فالعواطف معدية، الخوف والقلق معدي، صحيح. بينما الاطمئنان والراحة والسكينة أيضا معدية، السعادة معدية، الخوف والحزن معدي، فأنت دائما النظرة الإيجابية للأمور أو السلبية لها. بالضبط، نعم. النظرة الإيجابية للأمور جدا مهمة، تخلي الإنسان في حالة نفسية مستقرة، حتى مناعة بالضبط حتى مناعة الأشخاص تزيد في فترة اللي يكون فيها نفسيتهم زينة، بينما شوف لما تكون أنت في فترة تكون مضايق فيها أو قلقان حتى الزكاميك أكثر، كل الأمراض صحيح. تزداد عليك. فإحنا ممكن أن إحنا ننظر إلى الأمور الإيجابية دائما في كل المحن، يعني أي محنة تصير أكيد فيها جانب إيجابي. على سبيل المثال الوقت، دائما قبل كلنا نقول كان زين عندي وقت أسوي كذي، كان زين عندي وقت. الآن للمعظم، يمكن أستثني وزارة الصحة وزارة الإعلام وأيضا وزارة والأمن طبعا والأمن اللي يعني مشتغلين بصورة رئيسية في أزمة كورونا، العديد من القطاعات ترى أما تعمل وقل عملها أو أن هي تعمل من المنزل، فما في أكثر من الوقت عندها. هذا الوقت لو نظرنا له، أنا بالنسبة لي أكبر نعمة من الله سبحانه وتعالى نعمة الوقت. تقدر خلال الوقت تتعلم مهارة جديدة، كورسات كثيرة ترى انطرحت من جامعات بصورة مجانية، ما كنا نحلم أنها تطرحها، صحيح، دورات وغيرها. أن الواحد يختلي بذاته ويعيد حساباته، يخطط لمستقبله. في ناس بدوا بزنس، ترى فعلا في ناس يعني يمكن يقولون البزنس تأثر، بس في ناس بدوا بزنس في هذه الفترة بحكم وجودهم في المنزل. أظن أن هي فرصة تقوية العلاقات في إطار الأسرة الوحدة، لأن قبل الأم في صوب والأبو في صوب والعيال في المدرسة، الحين الأم يعني بفضل الله سبحانه وتعالى ثم توجيهات جلالة الملك الكثير من الأمهات يعملون من المنزل، الآباء أظن كثير منهم يعملون من المنزل، الأطفال موجودين في البيت، فيا حلوها من فرصة لتقوية المشاكل. بالضبط، نركز بالعكس، نتعرف على بعض أكثر، نتعرف على بعض أكثر. نعم دكتورة، النظرة الإيجابية، تقييمنا للأمور، وحتى إحساسنا في مثل ما تفضلت شيء معدي، بمعنى في كثير من الناس تقول، يعني نذكر حتى أشياء بسيطة، يوم الخميس ليلة الإجازة اللي الناس كانت تطلع وتستانس، فحين نسمع ونشوف ناس تكتب في السوشيال ميديا هذه خميس يمر علينا بهذه الطريقة، أو في الأعياد أو لعيد ميلاده أو في المناسبات، واليوم بينا عيد الأضحى إن شاء الله، والعيد معناه ديني وروحاني، هو ليس فقط، هذه كلها مجرد عادات يعني تزاور وما إلى ذلك، لكن شلون احنا ممكن نخلق سعادة داخل جو البيت وننظر الأمور من هذا الجانب السعيد؟ يعني كان من الممكن لا قدر الله تكون الأمور أسوأ بكثير، كان من الممكن لا قدر الله في دول عاشت في فقر وفي حروب وما إلى ذلك، احنا الحمد لله في أمان وصحة ورفاه، ولكن كل مطلوب منا ان احنا نلتزم ونؤمن بقضاء الله وقدره ونكون شاكرين ونكون فقط متباعدين جسديا وليس اجتماعيا وروحيا. فعلا انا يعني للأمانة أحمل أي أحد يكتب أي شيء في التواصل الاجتماعي مسؤولية، أي أحد يرسل واتساب حق غيره مسؤولية، يحبطه يقلقه يخوفه، شنو الهدف؟ يعني من التوصيات ترى الرئيسية أن الواحد ما يتابع، أوكي يعني أوكي بتطلع على الأخبار بتشوف أنه مثلا والله عدد الحالات وصل كذي وعدد الوفيات وصل كذي وخلاص، المفروض أن أنا أوقف عند هذه المرحلة، ما أشغل نفسي بهوس القلق والخوف المبالغ فيه. فإحنا ما نقول حق الناس أن اطمئنوا زيادة عن اللزوم وعيشوا حياتكم، ولكن على الجانب الآخر لا تقلقون وتخافون زيادة عن اللزوم، لأن أيضا الخوف والقلق خصوصا قدام الأطفال ترى يوترهم. فخير الأمور الوسط، الواحد ممكن يعني ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، فانا اخذ قرار اني انا ابى اكون سعيده حتى في ظل كل الظروف،
آمنة في كل الظروف، لأن الإنسان ترى هو اللي المفروض يتحكم في مشاعره وبالتالي يغير نظرته إلى الأمور، فأوتوماتيكلي بيحس بالسعادة والاطمئنان. أما إذا فكر أن أنا والله محبوس وقاعد وما أقدر أطلع وما أقدر أشوف، بكل تأكيد هذه بيأثر عليه وبث رسائل السلبية، وبث هذه بعد يعني ما كفى اللي سواه في نفسه وفي عائلته، بعد أيضا يصدر الحزن حق غيره. يعني أتمنى أن جميع اللي في التواصل الاجتماعي يعني ينتبهون حق اللي يحطونه، وأيضا إحنا نقرر من اللي نتابع. فليش ما نتابع؟ والله للأمانة هناك ناس مشرفة يراونك شلون مستانسين في داخل بيوتهم، شلون تعلموا أشياء، شلون صنعوا أشياء. هذه اللي المفروض أجدر بالمتابعة، مو الناس اللي بثون الحزن والكآبة. وإحنا في نهاية الأمر إن شاء الله هذه كلها بيعدي وبيظل ذكرى ودروس نستفيد منها، وإن شاء الله عيد الفطر القادم نجتمع بإذن الله. بإذن الله إن شاء الله. يعني دائما الأمل في الله كبير، والعالم كله يعمل ضد هذا، يعني هو في حالة حرب ضد هذا الفيروس وهذه الجائحة، وإن شاء الله بإيجابيتنا راح نعديها بإذن الله. هل في نصائح أخيرة نختم فيها كلامنا ونأكد فيها أن يا جماعة يعني تجنبوا الزيارات في عيد الفطر؟ يعني النصيحة الأولى اللي بقولها البقاء في المنزل. إذا إحنا ما نقول بس الزيارات، ابقوا في منازلكم، الخروج فقط للضرورة. عند الخروج لازم نلبس الكمام ونبقي على مسافة التباعد الاجتماعي. الآن التوصيات حتى في إطار الأسرة الواحدة أن نلبس الكمام إذا كان عندنا أحد كبير في السن أو مصاب بأمراض مزمنة أو فقر في المناعة أو ضعف في المناعة، أيضا نلبسه حتى في إطار الأسرة الواحدة. الغسيل اليدين بالماء والصابون، تعقيم الأمور، تعقيم الأسطح، تعقيم الأشياء اللي إحنا دائما نستخدمها. نركز بصورة كبيرة أن احنا نغطي الفم والأنف أثناء السعال والعطاس، ونتخلص من المناديل الورقية على طول. هذه الأمور وإن كانت تبدو بسيطة، بس أرجو من الجميع أنه يتبعها. أيضا من المهم في هذه الفترة أن احنا نبني مناعتنا، ناكل زين، نغذي جسمنا بالأغذية المفيدة، ننام زين، نبتعد عن القلق والتوتر، ونمارس الرياضة، وبإذن الله مناعتنا بتكون أفضل، وبإذن الله بيعيد الفطر ونجتمع جميعا جسديا وعاطفيا وروحيا بإذن الله. وفي هذا العيد إن شاء الله نقيم شعائر الله، نصلي صلاة العيد من المنزل مثل ما صليناها في عيد الفطر، نتهادى الكلام الطيب، يعني نتزاور بالتليفونات بالفيديوهات، ويعني حتى ما يمنع شيء أن نلبس الجرير ونفرح داخل البيت مثل ما تفضلتي. اللي عنده أطفال يستانس معهم، هالعيد بيكون مختلف لكن قد يكون ذكرى ايضا، يعني تظل فينا وتقوينا ان شاء الله باذن الله للقادم. انا شاكر لك دكتوره، كل الشكر، سعدت وشرفت بوجودك معنا اليوم. ومشكور اخوي علي على الاستضافه، شكرا جزيلا. يعطيك العافيه. كما اشكركم مشاهدينا على المتابعه، الله يحفظكم ان شاء الله، كل عام وانتم بخير، ونحافظ على التباعد الجسدي، لكن التباعد الاجتماعي غير مطلوب، لكن نقدر من خلال كثير من الامور، وسائل التواصل، التكنولوجيا، نتواصل مع بعض اجتماعيا عن بعد وليس عن قرب. شكرا لكم، والله يحفظكم، الى اللقاء.